فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من يجعل خطبته في يوم العيد خطبة يتأسى فيها على أحوال المسلمين، وهل من الأفضل هذا الفعل أو تكون خطبته مبشرة مفرحة؟ إلا منها تأسف على حال المسلمين، وش بيفيد هذا؟ لكن يعظ المسلمين ويذكرهم، يقول ما أصاب المسلمين بذنوبهم، يحثهم على التوبة والاستغفار، هذا المطلوب. أما أنه كل خطبة تأسف وأسى وحزن، وما هذا ما يجدي شيء، بل هذا يزيد المسلمين يأسا، يزيدهم يأسا وقنوطا. نعم.